في سماء الكرة الإماراتية، بعد ذلك تحقق الإنجاز تلو الإنجاز، بعد ذلك بطولات تلو بطولات حتى أصبحت عملاقة. هنا كرة ممكن الأمير سمير أو لوبيس، ومن يفتتح اللقاء للسيتيزن. جميل أن يسجل السيتي في ليلة الاحتفال، والأجمل هو من يشاهد هذه المباراة يحتفل بكليهما في أرضية الملعب، يحتفل بهما في هذا الملعب. لوبيس كورة في المرمى، ضربة في الصميم يا زعيم، تأتي في مرمى العين في هذه اللحظات، هدف لمصلحة السيتي. جماهير تشجع بهذه الطريقة، تحتفل بهذه الطريقة، تشاهد بهذه الطريقة هذه الاحتفالية للأسماء الكبيرة. لكن بالتأكيد هناك كرة خطيرة ومحاولة، ممكن جول، ممكن جول، جول، جول للسيتيزن، هدف للسماوي، هدف للبلوبون الذي يسطع في هذه اللحظات، هدف للسيتي، هدف للسيتيزن، هدف ولا أروع ولا أجمل. نستازيتش هو من يضع الكرة في المرمى، هو من يسجل هدف السيتيزن الثاني، هدف الكبرياء الثاني، هدف العراقة الثاني. نعم، انجلاند از بلو، واليوم دار الزين از بلو في هذه المباراة. هدفين للسيتي، هدفين للسيتي. كرة من جديد، محاولة خطيرة، ركلة جزاء، ركلة جزاء الآن. ركلة جزاء لمصلحة السيتي، ركلة جزاء يحتسبها محمد عبد الكريم الآن في هذه اللحظات لمصلحة نادي مانشستر سيتي. لاحظ اللقطة الماضية، ولاحظ اللقطة اللي يتواجد فيها أيضا جماهير السيتي، تشجع وتؤازر وتنتظر. محاولة أن يأتي بالثالث، كورة هو هيولا، هيولا يسجل هدف ثالث في المباراة، هدف السيتي الثالث يا سادة، هدف السيتي الثالث يا جماعة. يأتي من ركلة جزاء، يأتي لتأتي معها الثالثة، الثالثة في هذه المباراة لمصلحة السيتيزن، لمصلحة